المشترك اللي هو الدرس ديال برودوي سكالير او الجداء السلمي. رقم واحد وهي الفقره ديال البروجيكسيون حتى والاخيره وهي الفقره ديال التيورين ديال الكاش. الفقره اخوتي عندنا ان شاء الله التمرين ديالها خاص الى اخوتي. هنا ناخذ واحد الورقه بيضاء وغادي ناخذ هنا مثلا واحد المتجه المسافه ا بي المتجه اطلب المسافه ا اش وهذا هو البرودوي سكالير ديال ا بي برودوي ا سي راه كناخذ سي ا بي وهذا اخوتي هو البرهان السينس ديالها بالنسبه مثلا بي على 3 هذا هو الدرس اخوتي. قول لي انني الا بغيت نحسب البرودوي سكالير اذا عندي هنا في المنتصف وانا ما ننساش انه فانا عارفه وهي المسافه ا بي انا عارف انه امرين زوين اخوتي ديال الترابيز درنا فيه مزيان التطبيق باش نقول لك بانه هذا من اسهل الدروس هذه السنه. هذا الدرس نقول لكم اخوتي في كاع الفيديو كاين شي تلاميذ واخا طونكوما من دابا داير عينيه ومن دابا كيرسم الاحلام ديالو كيرسم الاهداف ديالو. طونكوما من دابا رسم عينيك على واحد المدرسه ولا واحد الخدمه ومن دابا تبدا ترسم ليها درجه بدرجه. تنقول اخوتي حنا التراب قطره كيحمل الواد يعني كل مره كنزيد معلومه كل مره كنزيد فقه. نقول لكم والديكم راهم عوالين عليكم ان شاء الله ما غايقولهاش حيت مازال يلاه تلميذ طونكوما ما يقولش كراني عوال عليك ولكن راهم عوالين عليكم ان شاء الله انكم تفرحوا. خوتي درس دوت كوم فيديو ان شاء الله فيديو ديالنا ان شاء الله مع درس جديد من دروس ماده الرياضيات ديال الجدع المشترك اللي هو الدرس ديال برودوي سكالير او الجداء السلمي. درس اختي ديال برودوي سكالير ولا الجداء السلمي في فقط ثلاثه ديال الفقرات. الفقره رقم واحد وهي الفقره ديال البروجيكسيون اورتوغونال والفقره الثانيه هي الفقره ديال البروبريتي ديال برودوي سكالير. الفقره الثالثه والاخيره وهي الفقره ديال التيورين ديال الكاش. درس اختي ساهل بزاف كما قلت لكم ثلاثه ديال الفقرات كل فقره اختي عندها ان شاء الله التمرين ديالها خاص بها. خليني نفهم ديك الفقره مزيان ونضبطها حيت كما قلت لكم اختي كل فقره عندها تمرين ديالها ماخوذ من احد الفروض ديال السنوات الماضيه. كما قلت لكم اختي مع الفقره الاولانيه وهي الفقره ديال البروجيكسيون اورتوغونال الفقره فيها ثلاثه ديال العلاقات خصني نكون ضابطهم مزيان وساهلين اخوتي بزاف. غادي ناخذ واحد اخوتي هنا ناخذ واحد الورقه بيضاء وغادي ناخذ هنا مثلا واحد المتجه غنسميها انا مثلا بالمتجه ا واحد المتجه اخرى اخوتي غنسميها مثلا بالمتجه مثلا ا سي. الا بغيت ندير ما يسمى بالبرودوي سكالير المتجه ا بي في المتجه ا سي فكر الرمز يا اخوتي بهذا الرمز هذا كما كيبان لكم اللي قدامكم اللي شتو كتساويه بكل اختصار هو انني كندير الاسقاط ديال المسافه ا بي المتجه ا بي ديال اخوتي كندير لها الاسقاط ديال على المتجه ا بي نيت يعني الاسقاط ديال ا على ا نيت غيجيني هو ا والاسقاط ديال بي على بي نيت غيجيني هو بي. من ورا اخوتي كندير الاسقاط ديال هذا المتجه ا سي عارفين انه الاسقاط ديال ا هو ا نيت ولكن من غندير الاسقاط ديال سي غيجيني هو هذه النقطه هذه اللي غنسميوها مثلا باش غنسميوها بلا بروجيكسيون دي بوان سي سور لا دروات ا بي. هنا ملي غنبغي ندير داك الاسقاط ديال ا سي راه غنمثلو بالمسافه ا اش وهذا هو البرودوي سكالير وانني كنرد ديك المتجه ا بي ا سي كنردها على شكل مسافه ا بي فوا مسافه ا اش. هذا اخوتي بكل اختصار شنو هو البروجيكسيون ديالنا الاورتوغونال. بيان سور اختي باقا واحد الحاله الثانيه ولكن بداو بعدا اخوتي مع هذه الحاله رقم واحد. زين اختي كما قلت لكم عندي مثلا هنا جوج ديال المتجهات المتجه الاولى هي المتجه ا بي المتجه الثانيه هي المتجه ا سي. ملي غنبغي ندير دابا البرودوي سكالير ديال فيكتور ا بي في الفيكتور ا سي غنمثلها اختي كالتالي غنمثلها بهذا الرمز هذا كنقول هنا ا بي جداء سلمي فوا ا سي. كما قلت لكم اول حاجه اختي هو انني غندير الاسقاط ديال كل متجه على حده على المتجه ا بي. نبدا في الاول بالاسقاط ديال ا بي انا عارف بانه الاسقاط ديال ا المتجه ا بي راه هو نيت ا حيت ا كتنتمي لديك المتجهه. الاسقاط ديال بي المتجه ا بي راه هي نيت النقطه بي حيت عاوتاني كتنتمي لها يعني الاسقاط ديال المتجه ا بي اول مسافه ا بي. بينما الاسقاط ديال ا سي غندير الاسقاط عاوتاني ديال ا عاوتاني ا كتنتمي نيت بالنسبه ل ا بي اذا غتبقى نيت هي ا. بينما من غندير الاسقاط ديال النقطه سي ديالي هذه هي المهمه بزاف فراه غيجيني الاسقاط ديال على شكل واحد النقطه هنا مثلا غنسميها انا مثلا من النقطه ا ولا غنقول بانه لا بروجيكسيون ديال هذه النقطه سي راه هو النقطه اش وغتجيني هكا على مسافه ا. اذا بكل اختصار برودوي سكالير ا بي في ا سي راه ولا عندي على شكل مسافه ا بي في مسافه ا. علاش قلت لكم اخوتي بلي هذا الدرس هذا راه ساهل بزاف كاينه غير هذه العلاقه هذه اللي غنسميوها حنا مثلا بالعلاقه رقم واحد. هي اول علاقه عندنا في الدرس ديالنا وكاين اخوتي الحاله الثانيه اللي كيكونوا عندي دوك لي دو فيكتور عندهم مش نفس لو سونس. مثلا تكون عندي مثلا واحد المتجه ا بي غاده في هذا الاتجاه هذا ولكن المتجه ا سي غاده في الاتجاه المعاكس ديالها. هنا انا سولتك دابا عاوتاني شنو هو البروجيكسيون او شنو هو البرودوي سكالير بعدا ديال ا بي ا سي راه نفس القضيه ديال قبيله اخوتي غتقول لي الاسقاط ديال ا على المتجه ا بي راه هو نيت ا الاسقاط ديال بي على المتجه ا بي راه هو نيت بي الاسقاط ديال المتجه دابا ا سي من غادي عاوتاني الاسقاط ديال ا راه غيجينا اخوتي عاوتاني هو ا. الاسقاط ديال النقطه سي راه غيجيني هو كالتالي غندير الاسقاط ديالها احضر عندي الاسقاط ديالها معاكس للمنحه ديال المتجه ا بي. فهنا ملي غنسميها مثلا هذه النقطه هذه باش هي لا بروجيكسيون ديال بوان سي راه جاتني في العكس الاتجاه ديال المتجه ا بي غنسمي هنا ا اش بينه الاسقاط ديال ا سي راه هو ا اش ولكن راه غندير واحد الناقص هنا. علاش؟ لانه المتجه كتبان لي تما كاينه ا سي لان راه عكس الاتجاه ديال المتجه ا بي. اذا ملي يكونوا عندي عندهم نفس الاتجاه كنعوضها ب ا بي ا اش ملي كيكون عندهم اتجاهين متعاكسين كنزيد هنا واحد الناقص كنبين بها بان ذوك جوج متجهات عندهم دو سونس اوبوزي. هنا كتبقى لي اخر علاقه وهي العلاقه رقم 3 في هذه الفقره هذه وهي الفقره ديال الفورميل تريغونوميتريك ولا التعبير المثلثي ديال هذا البرودوي سكالير هذا. كما قلنا بعدا اخوتي تنسميوها العلاقه الثانيه والعلاقه الثالثه اللي هي اخوتي كما قلنا الفورميل تريغونوميتريك.
انا بالنسبه للفورميل تريغونوميتري كيفاش كنخدم بها بكل بساطه. انا ملي بغي نحسب البرودوي سكالير ديال ا بي في ا سي، انا عندي جوج ديال الحالات. الحاله رقم واحد هو الحاله اللي كيكون عاطيني فيها فقط المسافات، كنخدم بهذه القضيه هذه وهي القضيه ديال لا بروجيكسيون. اخوتي بيان سي اخوتي راه غنديروا لها واحد التمرين تطبيقي، سواء التمرين الاول سواء التمرين الثاني، وبجوجهم تمارين خاصه بهذه العلاقه ديال المسافه. ولكن كاين هناك واحد الحاله ما تيكونش عاطيك المسافات وانما تكون عاطيك الزاويه. هنا كنخدموا بواحد القاعده سميتها لا فورميل تريغونوميتري اللي كتقول لي انني الا بغيت نحسب البرودوي سكالير ديال ا بي برودوي ا سي، راه كناخذ في الاول المسافة ا بي، والمسافة ا سي هو الزاوية الكوسينيس ديال ديك الزاوية ا. مثلا الزاوية هنا سي ا بي، إذا باش نحسب البرودوي سكالير ديال هنا ديال ا بي فوا ا سي، فراه غندير المسافة ا بي في المسافة ا سي الكوسينيس اللي كاين ما بيناتهم. ولكن ما كنقول لكم دابا هذا هو الدرس بكل اختصار. أنا ملي غتعطيني واحد التمرين في واحد الفرد كيما غنصحو دابا نيت في الفرد الأولاني في الفرد ديالنا، إما غيعطيني هو المسافات نخدم بالعلاقة الأولى والثانية، إما غيعطيني الزاوية وهنا كنخدم بالعلاقة الثالثة. غي أخوتي هاد العلاقة الثالثة هادي راه سيميو أننا نديرو لها ديمونستراسيون ديالها البرهان ديالها. واخا أنت غير مطالب بالبرهان ديالها ضروري نديرو أخوتي البرهان ديال هادي. فالديمونستراسيون ديالها أخوتي حنا غنديروها في هاد البلاصة هادي. كما قلت لكم اخوتي الديمونستراسيون ديالها راه ساهله وضروري نديروها. دابا غنبدا معاك بالعلاقه الاولانيه الاساسيه ديال الدار. الا انا باغي نحسب مثلا برودوي سكالير ديال ا بي فوا ا سي، شقلنا اخوتي قبيله شنو هذا البرودوي سكالير هذا؟ الا باغي نحسب البرودوي سكالير ديال ا بي مضروبه في ا سي هو عن طريق انني كنشد المسافه الاولى اللي هي ا بي، يعني البروجيكسيون ديال ا بي على ا بي راه هو النيت غيجيني ا بي. الاسقاط ديال ا سي، الاسقاط ديال ا راه هو النيت، يعني غتبقى النيت هي ا، بينما الاسقاط ديال سي راه غيجيني هو هذه النقطه هذه اللي قلنا غنسميوها باش وغنسميوها بالا اش. اذا البرودوي سكالير ا بي ا سي راه كيساوي لي ا بي فوا ا. انا سولتك واحد الحاجه نديرو دابا نبرهنو بان هذه راه هي النيت التعبير هذا. بان لي بلي هنا عندي الكوسينيس ونفكرك في الكوسينيس. انت كتعرف الكوسينيس السنه الماضيه بان الكوسينيس هو المحايد على الوتر. الا خديت مثلا هذا المثلث هذا اللي كيبان لي هنا، ها واحد المثلث عندي هنا سميتو ا سي، ولا بغيت انا مثلا الكوسينيس ديال هذه الزاويه ا، كوسينيس ديال ديك الزاويه سي ا اش كيساوي لي المحايد في هذه الحاله المحايد هو ا اش على الوتر. الوتر هو اللي مقابل لي مع قائم الزاويه اللي هو ا سي. هذه الا جيت وسولتك قلت لك سير جبد لي المسافه ا اش، تقول لي بكل اختصار الا بغيت انا المسافه ا اش غندير الجداء ديال الهدف هو هذا. يعني غتولي عندي هنا ا اش بانه كنقراو اخوتي هادشي هذا من الكوليج، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. بحال غندير ا اش واحد، بحال غندير ا اش واحد هي ا اش، وغندير الهدف هذا غيعطيني ا سي فوا كوسينيس سي ا اش. اذا باش ممكن نعوض دابا هاد التعبير ديالي هنا ا اش، ممكن نعوضه اخوتي تولي عندي هنا ا بي جداء سلمي فوا ا سي تساوي المسافه ا بي. قلنا ا اش اخوتي راه هي ا سي الكوسينيس ديال سي ا اش، وراه الزاويه سي ا اش راه ممكن نسميها سي ا اش، ممكن نسميها سي ا بي، كيسميها بي ا سي، راه نفس الزاويه. انا غنسميها بنفس التعبير الاولاني اللي هو كوسينيس سي ا بي. وهذا يا اخوتي هو البرهان ديال هذه العلاقه هذه من جبناها. قلت لكم اخوتي هذا البرهان ترى غير مطالب باش ديروا، هذا برهان اخوتي تشير لكم غير ثقافه عامه مره مره، ديروا اخوتي شي حوايج فقط باش نحسنوا المستوى ديالنا في الرياضيات. اما انا غير مطالب بالديمونستراسيون هذه، انا نعقل بانه الدرس في ثلاث العلاقات بكل بساطه. الا عطيتيني المسافات نخدم بالعلاقه الاولى ولا العلاقه الثانيه، ولا عطيتيني الزاويه غير نخدم بالعلاقه الثالثه. وهذا هو ما يسمى بالبروجيكسيون اورثوغونال. وكيما غنوصيك وغنعاود نوصيك راه غتفهموا بالتمارين. اكثر درس اكثر درس غنقول لك بانه كيتفهم بالتمارين هو الدرس ديال برودوي سكالير. داكشي علاش غنبداو اخوتي مع التمرين الاولاني عندنا في لاسيسيري ديالنا. التمرين الاولاني اخوتي في السلسله ديال التمرين هو خاص بهذه القضيه نيت ديال الحساب عن طريق المسافات. لكن اللي مزيان في التمرين هذا هو انه كما كيبان لكم اخوتي قدامكم قال لي ما استعملش فقط المسافات وانا غنستعمل دو ميثود. يعني واحد المثلث ا بي سي وطلب مني بان هذا المثلث هذا الايكويلاتيرال ديالي انني جبد لي البرودوي ديال بي سي في بي ا بجوج ديال لي تكنيك. المره الاولى اخوتي غنديروا التكنيك ديالنا هي التكنيك ديال المسافات، والمره الثانيه غنديروا دوزيام تكنيك وهي الطريقه ديال الحساب عن طريق الزاويه. قلنا اخوتي الدرس بكل اختصار اما كنعتمدوا على المسافات اما كنعتمدوا على الزاويه. احسن حاجه اخوتي نقولوا التمرين عنده ان شاء الله مع التصحيح ديالو. اذا اخوتي كما كيبان لي في التمرين ديالنا قال لي التمرين رقم واحد ا بي سي ان تريونغل ايكويلاتيرال، قال لي تيل كل مال ديستونس ا بي كيساوي 6 سنتيمتر. هذا اخوتي كمل لي وقال لي انه اي هو الميليو ديال سيغمون بي سي. طلب مني انني نحسب الفيكتور برودوي سكالير بي سي فوا بي ا، لكن باعتماد ديال جوج ديال لي تكنيك او دو ميثود. اول حاجه نقول لك سبق معايا هو انني نرسم بعدا واحد الشيما اللي غيسهل عليا الفهم ديال التمرين. ناخذ اخوتي هنا واحد تريونغل ا بي سي ديالي اللي غيكون فيه المسافات اخوتي متقايسين. ناخذ اخوتي تريونغل ديالي ها هو ا بي سي. اخوتي راه الا طلب منك انك دير الشيما غتعتمد على البيكار، غتاخذ المسافه بي سي 6 سنتيمتر، غتفتح البيكار ديالنا 6 سنتيمتر وغنضرب الضربه الاولى وغنضرب الضربه الثانيه باش نجيب الشكل ديالي الصحيح. اخوتي حيت كاع ما مطلوب مني نرسم الشكل الا غندير الشكل بطريقه اعتباطيه. الا غناخذ المسافه بي سي كما قال لي راه 6 سنتيمتر وابي راه 6 واسي راه 6 سنتيمتر، يعني حنا كنكونوا عارفين انه بالنسبه للتريونغل راه كتكون هاد لا ديستونس هذا كيساوي هاد لا ديستونس كيساوي هاد لا ديستونس. ثاني حاجه اخوتي حنا هاد القضيه كنعرفوها ديما على المثلث المتساوي الاضلاع، هو انه جميع الزوايا ديالو فيهم 60 درجه اولا تنقولوا انهم بي على 6. هادو اخوتي بي على 3، هنا بي على 3 وحتى هنا كتكون عندي بي على 3، وحتى هنا اخوتي راه غتكون عندي
بي على 3، وهذا اخوتي هو تريونغل ايكويلاتيرال مثلث متساوي الاضلاع. زاد اخوتي وكمل وقال لي انه اي هو الميليو ديال السيغمون بي سي. غنمشي نرسم هنا واحد النقطه اي اللي هي المنتصف ديال القطعه بي سي. غنجيب هنا واحد النقطه هنا ديال الاسقاط ديال هذه، نقول بانه عندي مثلا واحد النقطه اي غنسمي هذه النقطه اي، قال لي هي منتصف القطعه بي سي. كانت المسافه هذه غتكون كتساوي لي هذه المسافه هذه. دابا يطلب مني اخوتي انا نحسب البرودوي سكالير بي سي بي ا جوج ديال الطرق. غنفكرك حاجه وحده بانه الدرس ديالنا كما شرحت الاول اخوتي دايره باش كنحسب البرودوي سكالير راه فيه جوج ديال الطرق. كاين الطريقه الاولى وهي الطريقه ديال المسافات، كاين الطريقه الثانيه وهي الفورميل تريغونوميتريك اللي كنعتمدوا فيها اخوتي على الزاويه. غنبدا اولا باول طريقه عندي اخوتي. كما قلنا اختي الطريقه الاولانيه اللي هي طريقه ديال المسافات هو انني غندير البرودوي سكالير ديال بي سي و بي ا عن طريق انني كندير الاسقاط ديال المتجهات بجوج على نفس المتجهه. غندير لهم الاسقاط بجوج مع المتجهات بي سي. نبدا في الاول بالنقطه بي. شنو هو الاسقاط ديال بي على بي سي؟ راه هي نيت بي، حيت راه كتنتمي اختي ديك المتجهه. شنو هو الاسقاط ديال سي عاوتاني؟ حتى هي راني ترا سي عاوتاني سي، راه كتنتمي ليها حتى هي لبي. شنو هو الاسقاط ديال بي عاوتاني؟ راه هي نيت عاوتاني بي. وشنو هو الاسقاط ديال النقطه ا؟ هنا غنفكر مزيان. الاسقاط ديال النقطه ا على المستقيم بي سي راه هي النقطه اي. اذا نشات تولي لي هذه غتولي هي بي اي. هنا راه المسافات كاملين عندي. بالنسبه للمسافه ا بي قال لي 6 وهذا مثلث متساوي الاضلاع. الا كانت هنا 6 هنا راه 6 راه هنا 6، يعني بي سي شحال راه غندير لها 6. بينما المسافه بي اي انا عارف انه اي هو الميليو ديال السيغمون بي سي. اذا المسافه بي اي هنا راه 3، انا غنقسم 6 على 2 غتبقى لي 6 في 3 اخوتي. عطاتني هنا 18 وندير لها اخوتي الوحده هنا اللي هي السنتيمتر. وكانت هذه هي الطريقه الاولى او بروميير ميثود اعتمدنا فيها فقط على المسافات. الطريقه الثانيه انا ما غاديش ندوي اخوتي في مره على المسافات، وانما غنعتمد هذه المره على الزاويه. الطريقه اللي تقول لي انني بغيت ندير برودوي سكالير ديال ا بي في ا سي، كندير المسافه ا بي في المسافه ا سي في الكوسينيس ديال الزاويه بيناتهم. دابا في هذه الحاله مثلا الا بغيت ندير الطريقه الثانيه، الا بغيت ندير اخوتي بكل اختصار بي سي في بي ا، فراه غندير المسافه الاولانيه ديالو هي المسافه بي سي في المسافه بي ا الكوسينيس ديال الزاويه اللي بيناتهم. واش هي الزاويه اخوتي اللي كاينه ما بين بي سي وبي ا؟ هي الزاويه ديال بي. اذا نقول هنا في الكوسينيس ديال الزاويه ا بي سي. كمل اخوتي الحساب ديالو ونقول بانه عندي المسافات. قال لي في الاول ان ا بي 6 هذا مثلث متساوي الاضلاع، يعني هنا 6 وهنا 6 وهنا 6. بي سي باش نعوض اخوتي ب 6، البي ا هي اخوتي غادي نعوضها هي ب 6. بالنسبه للزاويه هنا احنا قلنا مثلث متساوي الاضلاع، اذا الزوايا ديالو كاملين تكون فيهم بي على 3. اذا نقول هنا كوسينيس بي على 3. انا تفكرتي الدرس ديال الكالكيل تريغونوميتريك، الدرس اللي كنا درنا فيه اخوتي القضيه ديال الحساب المثلثي، وديجا عطيتكم ديال كل زاويه وشنو هو الكوسينيس ديالها. بالنسبه مثلا بي على 3 احنا عارفين ان الحساب ديالها هو 1 على 2، اذا غادي نعوض اخوتي هنا الكوسينيس ديال بي على 3 1 على 2. عارفين 6 في 6 اخوتي 36، و 36 مضروبه في 1 على 2. عارفين 6 في 6 اخوتي 36، و 36 مضروبه في 1 على 2، تبقى لي 36 مضروبه 1 على 2. اذا 36 على 2 راه هي 18 نيت سنتيمتر اخوتي كالعاده. بهذا اخوتي كون حسبت بالنسبه لهذه الحاله هذه، حسبت بانه بجوج ديال الطرق حسبت عندي برودوي سكالير ديال بي سي بي ا، وهذا هو الدرس. نقدر نقول لك دابا هذا هو الدرس كامل وهذه القضيه هذه. نديرو دابا ملخص ديال الدرس هو جمله واحده. انا داير الدرس ديالي باش نتعلم نحسب البرودوي سكالير بجوج ديال الطرق. سواء الطريقه الاولى اللي هي طريقه المسافات كنخدم بهذه القاعده، وهذه القاعده اما كنعطيني الزاويه فراه كنخدم بالقاعده الثالثه وهي القاعده ديال الفورميل تريغونوميتريك. ولكن اخوتي راه ما نحتاجش نقول لكم بان هذا الدرس هذا غيتفهم لكم فقط بالتمارين عن طريق التمرين الموالي اللي هو التمرين رقم 2 اخوتي، اللي فيه الحاله ديال واحد الترابيز واللي غيبدا يطلب مني فيه اخوتي انني نحسب برودوي سكالير ديال المجموعه ديال لي فيكتور تما كاين. هذا التمرين اخوتي راه غنفهمو كما قلت لكم مزيان كما درنا ليك التمرين الاولاني، ولكن نوصيك على حاجه وحده بالنسبه لهذا الدرس ديال برودوي سكالير، وهي اخوتي القضيه اللي كنوصيكم في كاع لي فيديو ديالنا ديال ترون كومان من نهار بدينا الرياضيات في ترون كومان، وهي القضيه ديال المعاوده. ضروري انك تعاود التمرين هذا مره اخرى، راه هذا هو الدرس بصفه عامه. واش باغي برودوي سكالير؟ هذا هو الدرس اخوتي. تقول لي انني الا بغيت نحسب البرودوي سكالير اما نحسب اخوتي عن طريق جوج قواعد المسافه، اما عن طريق قاعده الثالثه وهي القاعده ديال الزاويه. ولكن غنديروا التمرين ديال الترابيز ديال شبه منحرف، تمرين مهم جدا انك تفهمه. تقريبا راه التمرين شامل، ولكن اخوتي كالعاده وقبل هذا ما كثرش عليكم بزاف اخوتي، نخليكم بعدا تنقلوا هذا الشيء اللي قدامكم نيت الشاشه عنده ان شاء الله مع تصحيح التمرين ديالنا. على مولانا. اختي نبداو الاول مع اخر تمرين عندنا في الفيديو ديالنا، واللي هو التمرين اخوتي ديال الترابيز اولا ديال الشبه المنحرف. التمرين اخوتي هو التمرين الثاني عندنا في لاسيري ديالنا. التمرين كما قلت اخوتي خاص فقط بالشبه المنحرف، وخاص بعلاقه واحده من دوك العلاقات ثلاثه اللي قلنا كاينين في الدرس ديالنا. كما قلنا اخوتي في الاول الفيديو الدرس عباره على ثلاثه ديال العلاقات. جوج علاقات الاولانيين خاصين بالمسافات، كيفاش انا نحسب البرودوي سكالير ولكن عن طريق المسافات. اما العلاقه الثالثه اخوتي راه خاصه فقط بالحساب عن طريق الزاويه كما درنا في التمرين الاولاني ديال لاسيري ديالنا. ودابا في التمرين الثاني اخوتي غنعتمدوا فقط على العلاقه الاولى والعلاقه الثانيه، ولكن في واحد تمرين خاص ترابيز او لا خاص بشبه منحرف. هذا اخوتي مثال ديال واحد الفرد ديال السنوات الماضيه يوجدك مزيان الفرد ديالك ان شاء الله. قال لي اخوتي عندي واحد ا بي سي دي ان ترابيز، قال لي ا بي 6 سنتيمتر وعندي سي دي هي 5 سنتيمتر. عندي واحد شبه منحرف وعندي المسافه ا بي 6 سنتيمتر، المسافه سي دي هي 5 سنتيمتر. باش شفت اخوتي نمثل دوك المسافات هنا، عندي هذه المسافه هي 5 وعندي هذه المسافه هذه 6. زاد هنا اخوتي قال لي انه اي هي الميليو ديال ا بي، يعني عندي واحد النقطه اي هي منتصف اخوتي القطعه ا بي. عندي هنا واحد القطعه ا بي، ها هي واحد النقطه اي
هنا في المنتصف ديالها. يعني غتكون هذه المسافه هذه كتساوي ليا هذه المسافه هذه. والمعطى الثاني اللي عندي عاوتاني هو انه واحد النقطه زي هذه النقطه جي اخوتي راه هي الميليو ديال السي دي. عندي واحد النقطه جي اخوتي المنتصف ديال السي دي غنجيبوها هنا غنسميوها بالنقطه جي. غنقول ديك الساعه انه هذه المسافه كتساوي ليا هذه المسافه هذه. زاد اخوتي قال لي انه الدفتحه هو الاسقاط ديال النقطه دي سيغ لا دروات ا بي. الاسقاط ديال هذه هذه واحد النقطه اخوتي حنا غنسميوها بالدفتحه. غنجي ندير الاسقاط ديال ديك النقطه دي باش يعطيني واحد النقطه اخرى اخوتي غنسميوها حنا بالدفتحه. هذا اخوتي هو المعطى ديال التمرين بصفه عامه. عندي ترابيز ا بي سي دي، عندي المسافه هنا 5 وهنا المسافه 6، عندي ام منتصف ا بي وعندي جي منتصف سي دي. زاد اخوتي وقال لي التتيمه هو انه قال لي الدفتحه هي لا بروجيكسيون ديال البوان دي على لا دروات ا بي. قال لي حسب البرودوي سكالير ديال مجموعه هاد المتجهات تما. اول متجهه اخوتي وهي ا بي فو ا بي. نحسب دابا البرودوي ديال المتجهه ا بي في المتجهه ا بي. وهنا حنا اخوتي غنحاولوا نبسطوا الشكل ديالنا اننا نعزلوا فقط دوك جوج متجهات. غنعزل اخوتي هنا فقط المتجهه ديالي ا بي، ها هي المتجهه ا بي، والمتجهه ا دي، ها هي المتجهه اخوتي ا دي هنا. وهنا ما تنساوش اخوتي بانه عندي الدفتحه ولا بروجيكسيون ديال البوان دي سور لا دروات ا بي. غنجي ندير هنا اخوتي واحد النقطه راه سميتها الدفتحه، وهذه الدفتحه هذه راه هي لا بروجيكسيون ديال دي سور لا دروات ا بي. بداو اخوتي مع الحساب ديال البرودوي ديالنا اللي هو كيما قال لي اخوتي تما كاين نحسب البرودوي ديال ا بي فوا ا دي. كيما اخوتي انا عارف كيفاش غنحسب اخوتي البرودوي ديال ا بي فوا ا دي، غنجي تو سامبلومون غنكتبو هكا ا بي فوا ا دي. حيت ما عندي اخوتي شي زاويه غنخدم بالعلاقه ديال المسافات. قلنا اخوتي الملخص ديال الدرس ديالي هو انني انا باغي نحسب البرودوي سكالير بجوج ديال الطرق. كاين الطريقه الاولى وهي الطريقه ديال المسافات، وكاين الطريقه الثانيه وهي الطريقه ديال الزاويه. انا في هذا المعطى هذا ما عندي حتى شي زاويه، يعني غنضطر نخدم اخوتي بالعلاقه ديال المسافات. اشوف اخوتي مزيان الشكل ديالي هنا كيبان لي عندي ا بي فوا ا دي. كما قلنا اخوتي قبيله غندير لا بروجيكسيون ديال كل وحده على حده سيغ نفس المتجهه. دير مثلا الاسقاط ديالهم كامل على ا بي. نبدا في الاول بالاسقاط ديال ا على هاد ا بي هذه. الا بغيت ندير الاسقاط ديال ا على ا بي حيت هي كتنتمي ل ا بي راه لا بروجيكسيون ديالها راه هو نيت ا. شوف اخوتي النقطه الثانيه الاسقاط ديال بي عاوتاني على ا بي. بي عاوتاني كتنتمي ل ا بي، يعني لا بروجيكسيون ديالها راه هي نيت بي. فوا نمشي دابا الاسقاط ديال ا دي عاوتاني. الاسقاط ديال ا راه هي نيت ا حيت هي كتنتمي ل ا بي. اما الاسقاط اخوتي ديال دي على ا بي راه هي الدفتحه. بصح اخوتي هذه القاعده اللي درنا هنا، اذا انا نقول هنا راه الدفتحه. دابا اللي خصني اخوتي هو انني نجبد المسافات ديالي. شنو هي المسافه ا بي؟ ها هي ا بي عندي هنا هي 6. ها هي اخوتي المسافه ا بي هي 6، 6 مضروبه هنا هي دابا المسافه ا الدفتحه. هنا غنفكر بشويه، انا عارف انه هاد ا بي من هنا حتى لهنا هذه راه هي 6. دابا خصني نلقى فقط المسافه ا الدفتحه من هنا لهنا. هنا ما تنساش انه الدفتحه هو الاسقاط ديال دي، يعني راه هذه المسافه بي الدفتحه راه هي نيت المسافه دي سي. يعني هذه المسافه من هنا لهنا راه كتساوي لي هذه المسافه. الا كانت هذه 5 هذه حتى هي راه 5، اذا هذه الدفتحه بي راه هي كتساوي لي 5 سنتيمات. مادام هذه 6 وهذه 5 اذا شحال بقات لي هنا؟ غندير 6 ناقص 5 اللي هي 1، اذا غنقول 6 في 1 اللي هي نيت 6. في هذا نكون حسبت البرودوي سكالير ديال ا بي فوا ا. دابا غادي نمر اخوتي الثانيه وهي الجداء ديال برودوي ديال ا اي فوا ا بي. ونجي نشوف اخوتي حتى نفس الطريقه واش عندي شي حساب اللي غيسهل عليا داك الحساب ديال ا اي فوا ا بي. يبان لي اخوتي هنايا بانه خدام على البرودوي سكالير ديال ا اي فوا ا بي، يعني خدام غير على هذا المستقيم هذا. هنا اخوتي نحاول نبسط عاوتاني. هنا اخوتي غيبان لي بلي راه غنحسب البرودوي سكالير ديال جوج ديال المتجهات كينتميو لي نفس المستقيم. يعني غنحسب البرودوي ديال ا اي فوا ا بي. عزل اخوتي الشكل هنايا حيت هاد القضيه كتسهل عليا الحساب بزاف. ها ا ها بي اخوتي عندي هنايا، وها الاي جاتني هنايا الوسط منهم. كما قلنا اخوتي اي هي الميليو ديال ا بي. اذا عندي اي هنا في المنتصف، وانا ما ننساش انه ا بي راه هي 6، يعني هنا راه عندي 3 وحتى هنا راه عندي 3. دابا اخوتي بغيت نحسب البرودوي سكالير ديال ا اي فوا ا بي. غنجي ندير الاسقاط ديالهم كاملين فقط على ا بي. غنجي ندير البرودوي سكالير ديال ا بي فوا ا اي عن طريق الاسقاطات لا بروجيكسيون اورتوغونال. غنبدا اخوتي دقه، غندير لهم الاسقاط كامل على ا بي. تا هو الاسقاط ديال ا راه هو نيت ا حيت كتنتمي ل ا بي. تا هو الاسقاط ديال بي راه هو نيت بي حيت كتنتمي ل ا بي. تا هو الاسقاط ديال ا راه هو نيت ا حيت كتنتمي ل ا بي. تا هو الاسقاط ديال اي هي نيت راه اي لانها كتنتمي ليا ل ا بي. يعني غادي نقول عاوتاني هنا راه هي نيت اي. يعني غنضرب فقط المسافه ا بي فوا المسافه ا اي. المسافه ا بي راه هي 6، المسافه ا اي راه هي 3. اذا غنجي هنا وغندير 6 فوا 3 راه هي 18. بهذا اخوتي نكون لقيت البرودوي سكالير ديال ا اي فوا ا بي. دابا اخوتي غنمر لاخر وحده وهي البي اي فوا دي اي. كيبان لكم الدرس ساهل، الا ما عطانيش الزاويه راه غنخدم بهاد العلاقه ديال المسافات كندير فيها لا بروجيكسيون اورتوغونال اولا الاسقاط. يعني الدرس ديالي راه بسيط، الا كنضبط هاد القاعده ديال الاسقاطات على نفس المتجهه وكنبقى نحاول نجبد اخوتي دوك المسافات بشي طريقه معينه. دابا اخوتي هنا اخر وحده انني غندير برودوي سكالير ديال بي اي فوا دي اي. غنعزل اخوتي كالعاده نفس القضيه، وانني غنعزل فقط دوك المتجهات اللي انا محتاجهم. اخوتي كمل دابا الفيديو ديالنا كما قلنا مع اخر حساب هو كيفاش نحسب البرودوي سكالير ديال بي اي فوا دي اي. قلنا اخوتي هذه هي السهله كاع، غندير لا بروجيكسيون اورتوغونال ديالهم كاملين على نفس المتجهه. الحالة اخوتي غندير الاسقاط ديالهم كاملين على بي اي. اذا باش نحسب اخوتي البرودوي سكالير ديال بي اي فوا دي اي راه غنجي فقط غندير لا بروجيكسيون ديالهم كاملين على نفس المتجهه. في هذه الحاله غندير على المتجهه بي اي. غندا اخوتي وحده بوحده. اذا شنو هو الاسقاط ديال بي؟ راه هو نيت بي حيت راه كتنتمي للمتجهه بي اي. الاسقاط ديال اي راه هو نيت اي حيت هي كتنتمي للمتجهه بي اي. الاسقاط ديال دي هنا اخوتي غنتفكر باننا قبيله
الا فاش قلنا شنو هو الاسقاط ديال الدي راه هو الدي فتحه. اذا شنو هو الاسقاط ديال الدي راه غنعوضو بالدي فتحه، والاسقاط ديال الاي راه غيبقى هو هو نيت اي. دابا التعويض اخوتي ديال المسافات ديالي، شنو هي المسافه اي بي؟ انا ما ننساش انه اي راه منتصف القطعه ا بي، قبيله انه قلنا انه اي هو منتصف القطعه ا بي. اذا المسافه اي بي راه كتساوي المسافه اي كيساوي بجوجهم 3. دابا غنعوض هذه هنا باش نعوض اخوتي ب 3، غتبقى لي المسافه دي فتحه اي. هذه المسافه دي فتحه اي راه ساهله. اشوي التركيز اخوتي، انا غنتفكر بانه ديجا عندي هذا الشكل هذا، غنحطو قدامي هنا المسافات باش نجبد ديك المسافه دغيا. ها المسافه ا، ها المسافه دي فتحه، ها المسافه اي. هنا عندي عاوتاني النقطه بي ديالي من لهنا. دابا اخوتي غنحاول نعوض كاع المسافات اللي انا كنعرفهم في التمرين ديالي. اول مسافه انا عارفه وهي المسافه ا بي، انا عارف انه ا بي 6، عارف انه اي بي هو 3، عارف بان هذه 3، عارف انه ا دي فتحه، ا دي فتحه اخوتي راه جبدناها قبيله، هنا راه ا دي فتحه راه هي 1، اذا هذه راه كتساوي لي هنا 1. اذا مادام هذه كامله 6، هنا عندي 3 وهنا عندي 1، 3 زائد 1 اخوتي هي 4، هنا نقص 6 من 4 بحال بقى اخوتي هنا شايط ليا، راه المسافه دي فتحه اي هي 2، لانه 6 ناقص 4 هي 2، اذا دي فتحه اي راه كتساوي لي تما كاينه 2، والبرودوي ديال 3 في 2 راه هي 6. وبهذا اخوتي كون خرجت التمرين ديالي كامل. تمرين زوين اخوتي ديال الترابيز، درنا فيه مزيان التطبيق ديال كاع دوك القواعد اللي كانوا عندنا في هذه الحاله اخوتي ديال المسافات. راه ضروري تعاود التمرين هذا ديال الترابيز، جوج تمارين اللي خدمنا اخوتي في هذا الفيديو هذا، سواء التمرين الاول سواء التمرين الثاني، ضروري انك تعاودهم باش تضبط مزيان الدرس ديالك. خصوصا التمرين هذا ديال الترابيز اخوتي لاحظتوا مركز ليا بزاف على جوج حالات هذا. اما بالنسبه للفورميل تريغونوميتريك كما قلت لكم اخوتي، هذه راه ساهل التعامل معها نهار الفرد ديالك. فين فوت بان لك الزاويه راه غنفكر مباشره في الاستعمال ديال القاعده ديال الكالكيل تريغونوميتري. يبان لكم الدرس ديال برودوي سكالير راه درس ساهل، وهذه كانت فقط الفقره الاولى ديال الدرس ديالنا، ومازال جوج ديال الفقرات، سواء الفقره ديال بروبريتي دي برودوي سكالير اولا الفقره ديال تيورين داركاش. جوج فقرات اخوتي اللي بقاو في الدرس راه مهمين بزاف، قررت انني نخلي لهم فيديو ديالهم راسهم باش تضبطهم مزيان. ولكن راه الدرس كامل داير ليا على هذه الفقره الاولى هذه اللي شرحنا فيها لي بروبريتي ديالنا كيفاش كنحسبوا البرودوي سكالير، لانه العنوان ديال الدرس هو البرودوي سكالير. قلنا الخلاصه ديال الفيديو اخوتي هو انني انا غنحسب البرودوي سكالير بجوج ديال الطرق، سواء غتكون عاطيني فقط المسافات غنستعمل العلاقه الاولى والعلاقه الثانيه، سواء غتكون عاطيني شي زاويه وديك الساعه غادي نخدم بالعلاقه الثالثه واللي هي الفورميل تريغونوميتري. الدرس اخوتي هو هذا، والدرس ساهل، وحاولت نخلي البارتي الاولى قصيره باش نقول لك بانه هذا من اسهل الدروس هذه السنه هذه، الدرس ديال برودوي سكالير واللي هو اخوتي كيدوزوا اغلبيه ديال التلاميذ في الفرد الثاني ديال الدوره الثانيه. كما قلت لكم اخوتي حاول تخلي ختام وميس، خلي البصمه ديالك في ترونكوما، هذا اخر فرد في هذا العام هذا، يعني خلي البصمه ديالي باش نبقى نتفكر ترونكوما، نفكروا باخر نقطه كانت عندي في الرياضيات. برودوي سكالير من الدروس اللي غتقرا السنوات الماجيه، سواء في الاولى بكالوريا عندك درس ديال برودوي سكالير، سواء في الثانيه بكالوريا تبغى نحتاجوا البرودوي سكالير. يعني كاين شي دروس انا كنعرف راسي راه مازال غنتلاقى معاهم للعام الجاي للعام اللي من وراه. كما قلت لكم اخوتي بالنسبه لترونكوما هو العام كنبني فيه انا السيس ديالي ولا باز ديالي بالنسبه للسنوات الماجيه العلميه. يعني الا ضبطت هذا الدرس هذا راه ما كنضبطوش على وديت هذا العام هذا، كنضبطوش على وديت العام الجاي باش نخدم مرتاح، والعام اللي من وراه نخدم مرتاح. نقول لكم اخوتي في كاع الفيديو كاين شي تلاميذ واخا ترونكوما من دابا داير عينيه، ومن دابا كيرسم الاحلام ديالو، كيرسم الاهداف ديالو، سواء واحد المدرسه سواء واحد الخدمه، من دابا هو كيبني لهم دقه دقه. وهذا العام هذا ما عندي لا امتحان جهوي ولا امتحان وطني، هذا العام هذا ديال البازي راسي مزيان في المواد العلميه، خصوصا انا تلميذ علمي، خصني نكون بازي مزيان في المواد العلميه. لكن شي نصيحه نختم معك بها لا فيديو ديالنا، حيت ما بقاش لينا اخوتي بزاف ديال الدروس دابا، تقريبا هذه الاخير ديال السنه ديالنا، دو الفيديوهات الاخيره اخوتي ديال السنه. نقول لكم واخا انت يلاه تلميذ ترونكوما، من دابا رسم عينيك على واحد المدرسه ولا واحد الخدمه، ومن دابا تبدا ترسم ليها درجه بدرجه. تنقول اخوتي حنا الطراب قطره كيحمل الواد، يعني كل مره كنزيد معلومه، كل مره كنزيد فقره، كل مره كنزيد درس، كنلقى راسي وليت مبازي مزيان في الرياضيات. والمعاوده اخوتي المعاوده، نوصيكم على الكلمه، ماشي غير على هذا العام هذا، راه لا العام الجاي لا العام اللي من وراه. التلميذ في ترونكوما واخا مازال يلاه في ترونكوما، بغيك دابا نيت تزرع هذه المعلومه في راسك، راه ما كاينش فرق بيناتنا، كنا ولا 9 شهور عندنا نفس الفهامه. الفرق كاين في كلمه واحده وهي الكلمه ديال المعاوده. تنقولوا عليه واحد التلميذ راه تلميذ مجتهد، يعني يجتهد، ضرب التمارين تيعاود الامثله وكيعاود التمارين، اما تنقولوش عليه راه تلميذ ذكي، راه تنقولوا عليه تلميذ مجتهد يجتهد. دابا انت نيت لحظه، الا عاودت هذا الفيديو المره الثانيه غيولي يجيك هذا الشيء هذا ساهل، ملي غتعاودوا المره الثالثه راه ينفع غتبقى التمرين هذا والتمرين الاول راه غيولي يجيك ما، ديك الساعه اي تمرين غيجيك داف ديال برودوي سكالير راه غيولي يجيك ساهل. كما قلت لك انا راه ما كندويش معك على هذا العام هذا، راه كندوي معك على العام الجاي والعام اللي من وراه. بغيت تولف هذه القضيه ديال المعاوده، ما تبقاش تفرج مره واحده، تفرج مره وجوج وثلاثه، كنفهم الدرس ديالي مزيان. محتاج اخوتي نقولها لكم، حيت في كاع لي فيديو تنقولها لكم، تنقول لكم والديكم راهم عوالين عليكم ان شاء الله، ما غايقولهاش حيت انت مازال يلاه تلميذ ترونكوما، ما يقولش راني عوال عليك، ولكن راهم عوالين عليكم ان شاء الله انكم تفرحوهم في الاخير السنه. عنده فرحه واحده في العام هي فرحه النجاح ديالك. حنا كنا اخوتي ولاد الشعب عارفين بانهم راه من العيد تيكون كيجري معادي الدخول المدرسه كيجري معادي، عنده فرحه واحده في العام وهي فرحه النجاح ديالك. ان شاء الله ما غتخيبوش وغتجيب ديك الموسيون اللي انت كتحلم بها. ديما صبر راسك بواحد المدرسه ولا بواحد الخدمه انت كتحلم بها من كنتي صغير، من كنتي صغير وانت كتحلم بديك المدرسه ولا بديك الخدمه. هادشي كان اخوتي بالنسبه لهذا الفيديو، الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا راسكم تفرحوا والديكم ان شاء الله بديك النقطه اللي انتم كتحلموا بها. حلوا الانتقادات ديالكم، الافكار ديالكم، التساؤلات ديالكم، هي الانستغرام ديالي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون. الى عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاينه راه غنجاوبك عليه. راه كنبارطاجي معكم تما كاينه اخوتي بزاف ديال الفروض والامتحانات، ومن كيقربوا الفروض كنبقى ندير معكم تما كاينه دي لايف وجدكم مزيان الفروض ديالكم. معكم دريس.com، ما تنساش خليك ايجابي وخليك مقاتل على الحلم ديالك. بون كوراج
أتوس. وكنقولها لكم اخوتي في كاع لي فيديو، الا كتحلم شي حاجه من صغرك ومؤمن بها ما تخليهاش حلم، ردها حقيقه. عقل على هاد الجمله هادي مزيان، ختموا بها لا فيديو ديالنا وخليها الشعار ديالك في الحياه. التعب يزول والانجاز يبقى. الله فراسكم اخوتي.